حلقة خاصة الليلة بمناسبة الذكرى الأربعين للحرب الأهلية اللبنانية. والقصة الأولى اللي بحب بلش فيها هي قصة بائع صحف أرمني فقير بوسط بيروت، حلم بأنه يصير عنده مكتبة كبيرة بأرقى وأفخم موقع ببيروت السبعينات. جمع أهنس المصاري ليرة فوق ليرة، وبسنة 73 اشترى على الخريطة محل بمشروع عمراني قيد الإنشاء. قبل ما يكتمل البناء ولعت الحرب وضاع شق العمر بنيران المسلحين. عم احكي عن مبنى الهوليدي ان خلف اوتيل فينيسيا. قصة الحرب المرتبطة بهالمبنى وهي كتيرة وعديدة محت قصص تانية، قصص امال واحلام رافقت بناء هالفندق اللي كان مفروض يكون عنوان للفخامة والازدهار السياحي والعمراني منتصف السبعينات ببيروت. قصة اهنس بخبرنا اياها اولاده اللي بيعتقدوا حق وشقى والدهم ما لازم يضيع بمرور الزمن. غريان بيع صحف بمدينة بيروت، حلمه كان يكون عنده مكتبة تضم أكبر عدد من الكتب والمجلات. بي اسمه أوهانس ديكرانشي لينغريان، كان بياع الصحف. صار له 48 سنة ببيع الصحف. هو يعني العالم كلهم بيحبوه كان. كان حلمه يشتري شي محل للمستقبل وصار نصيب. واشترى هون محلات بلاد سان شارل، موقع استراتيجي معروف وبيستقطب اكبر عدد من القراء. كان يحب يشوف انه الزبونات ضاهرين وفاتين. اوهانس اشترى المحل على الخريطه، الاوراق قانونيه بتثبت انه الوالد اشترى المحل ب 6 اب 1973 بمنطقه سان شارل وبقيمه 50,000 ليره لبنانيه. سنة ال75 اندلع الحرب، وقف كل العمارات. بي اشترى على العدم الخريطة واعطوه كونترا وصل، وحددونا 4 بلوكات. بلوكات ارقامهم 404 1303 1304 1305. نحن مش عارفين اي بلوك بدون يعطونا. بعد الحرب راجعوا ديكران وكراكيان المسؤولين وكان الجواب. رحنا لعنده عدة مرات، كنت روح أنا وخيي نسأله شو صار، بده شوي وقت بده شوي وقت. مسيو باز قالنا نقدم مكتوب. قدمنا مكتوب يب باليد، ما جاوبونا. كمان قدمنا مكتوب تاني، حتى مسيو باز طلع حكي مع مدير بالسنشار، كمان ما جاوبونا. انجبرنا نحكي مع محامي. اول محامي تكلفنا كان 2002، ما طلع النتيجة. انجبرنا كلفنا تاني محامي 2007، كمان ما اجا اي نتيجة. سنشار طلع قرار 1991 ل 2001 يلي اي ناس في عندهم بالبنايه او شيء يقدمونا، بس ما عندنا كان خبر ولا سمعنا من حدا انه مطالعين قرار. وبعدين نحن في عندنا اثباتات انه لنا محل بالسنشار. كلفنا على محامي ام كتب مكتوب، جاوبوا بالتليفون انه بنعطي 5000 دولار من هذه. نحن رفضنا.
محل بمنطقة سان شارل بمساحة 30 متر مربع حقه 5000 دولار بس. ديكران وكراكيان بيعتبروا أنه 5000 دولار سعر زهيد. 5000 دولار نحن مهجرين أو شو اسمه اخدين المحل هيك 5000 شو 5000 لبناني 50000 لبناني يومتها كان بيعمل 24000 دولار أو 25000 دولار بالقيمتهم. كنا نشتري أرض مساحتها كبير كان اليوم بصير ملايين دولارات. بس بيي فكر انه يشتري محل لمستقبلنا. مبنى الهوليداي ان اليوم بتملكه شركة المركز المدني سان شارل اللي بتضم مساهمين من الكويت ولبنان، هن ورثة للأشخاص اللي بلشوا المشروع بالسبعينات، ويبدو في خلافات قانونية ومالية بين المساهمين تحول دون معرفة مستقبل أو مصير هالمبنى. المبنى حاليا بعهدة شركة تقوم بتدقيق الحسابات والحقوق بقصد التصفية النهائية. بمراجعتنا لهالشركة وصلنا إلى نفس النتيجة، وهي لا حق لورثة أهنس بأي شيء بسبب مرور الزمن. جربنا نوصل إلى تسوية عاطفية ولكن كل الأبواب كانت مسكرة، ومع الأسف ما قدرنا نحكي مع حدا من المالكين. اللي أنا بعرفه شبح أهنس رح يبقى مخيم فوق المبنى اللي لا تزال قصصه تستحوذ على اهتمام الصحافة اللبنانية والعالمية. طبعا من الواضح في رمزية خاصة لهالمبنى، أولا لأنه هو شهد معارك طاحنة ببداية الحرب، معارك كان لها أثر كبير بتحديد مسار الحرب نظرا لأهمية موقع المبنى الاستراتيجي والمطل على كامل بيروت. ثانيا لأنه هالمبنى المنتصب بطوابق الثلاثين مثل القلعة التاريخية اللي نسيها الزمان، لا يزال هالمبنى لليوم التذكار الوحيد الباقي من الحرب. ووين؟ مباشرة خلف فندق فينيسيا، أحد أهم عناوين السياحة بعد الحرب. ببحثنا عن تاريخ الفندق مع اتصال مباشر من لندن بالرجل اللي بنى فندق الهوليداي إن، رجل الأعمال الفلسطيني الأصل الأستاذ عبد المحسن قطان، مؤسس مؤسسة عبد المحسن قطان الثقافية والتربوية. مساء الخير أستاذ قطان. أستاذ قطان مساء الخير. أهلا أهلين، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحمد لله، الله يخليك. نعم، عم نحكي طبعا عن فندق الهوليداي إن. أول شيء شو رأيك باستمرار المبنى على ما هو عليه اليوم كتذكار للحرب؟ وهل حضرتك بما أنه بنيت هذا المبنى وبتعرف يعني وضعه وأسراره، هل بتلاقي أنه أحسن ينهدم أو أحسن أو في يترمم؟ لا، ما أعتقد بينهدم. المشكلة أنه في تناقض. الكويت لهم يعني حقوق وديون مش عم تندفع على القرض اللي أعطوهم إياه، والورثة تبعون المبنى يعني مختلفين. أنا بعتقد شخصيا أنه في حل، إذا في حد من حدا لازم من خارج كل هدول يعني غرفة تجارة أو حدا معين بلبنان اللي بفهم الموضوع يحولوا هذا المبنى إلى شركة مساهمة عامة، يعطوا المساهمين او الملاك الحاضرين نسبة ويطرحوا الباقي بالسوق بعد ما يعملوا اعادة تصميم لتأهيل للمبنى ويعرفوا قديش بكلف هذا، وبعدين اذا باعوا نصه وبعدين بصير سهل يتدينوا من البنوك. نعم. هل في عندك تواصل هل عندك تواصل مع يعني المساهمين او المالكين اليوم؟ لا والله لا. بعد شو طبيعه الخلافات اللي بيناتهم؟ ما عنديش، اما اذا حدا بده يدعي بقول له، بس الحقيقه يعني بعد الحرب الاهليه جرب الدكتور الياس سابع مع شيخ سعد الله يرحمه، وبعدين ما طلع شيء. فأنا بعتقد أنه ما عادش ممكن أنه ينحل بأخذ فريق دون آخر. يعني الدولة والشعب لازم يقول أنه هذا مهم، موقع مهم وحجم مهم، ويمكن يكون يعني مردوده عظيم على الناس.
خلينا نعمله مؤسسة عامة، شركة عامة، مساهمة عامة، ونعطي اللي عنده قيد نعطيه أسهم، وأصحاب الملك الأصليين نعطيهم أسهم. نعم. والباقي نبيعه للناس، بصير عندنا كاش وعندنا إعادة تصميم كامل للموضوع، إعادة تصميم. ساعتها بده يبنوا، بده يصلحوا، بروح للبنوك بقول لهم بدنا كذا مبلغ بعطوهم. لأنه نعم. البنك بيعرف إنه لما يخلص المشروع بده يتأجر بمبالغ طائلة. يعني ما فيش إشي بنفس الهوليدين إلا سوليدار. ما حدا ما فيش حدا عنده هذا الحجم. نعم. فأنا يعني بعد ما حكيت فكرت الحقيقة إنه مش ممكن فريق تقول له، لأنه بده يقول لك أنا إلي حقوق، وهذا بده يقول لك إنه أنا مش عارف شو ظروفي، والمبنى صوله بعطل فوق ال 20 سنة يعني. نعم. وبعدين هوليدين هو اسم الشركة اللي الفندقية يعني الاخذ قسم. انا بعتقد حتى هذه ما لازم يجيبوا اشي بالمستقبل القى. نعم. لان واقع هو بين الفينيسيا وبين الفور سيزنز يعني. مش مزحة الحكاية. نعم. شكرا لك سيد قطان، الرجل الذي بنى الهوليدي ان، وبالسبعينات يعني كان هذا المبنى يعتبر تحفة عمرانية، كنت كتير فخور وبأنك شاركت ببنائها. الحرب اللبنانية موثقة من خلال صورة الفوتوغرافية، المصور الفوتوغرافي سامر معضاد رافق الحرب من سنة 85 من خلال عمله بالصحافة العالمية، وكان له نظرة مختلفة ركز فيها على جوانب منسية من حياة اللبنانيين خلال الحرب. جمع معضاد صوره وكتب تجربته بعدة كتب، منها أطفال الحرب وتحولات بيروت. 40 سنة على الحرب اللبنانية، 40 سنة على حرب بدأت، ولكن يبدو أن ما كانت تعرف تنتهي وما كانت تعرف تنكتب. وإذا كانت كتابة تاريخ لبنان هالقد صعب، لأنه اللبناني بعده عايش على متاريس وهمية وبعده بيتسلح كل ما حس بالخطر الطائفي، لابد ما نتطلع بزاوية أخرى من هالتاريخ، لابد ما نتطلع بعدسة المصورين يلي كانوا أقرب الناس للحرب وكتبوا بصورهم قصة تاريخ لبنان الحقيقي. حياتي مع صور الحرب إذا بدك كإنسان ماسك التاريخ بإيده وعارف شو اللي صار، بس بعد لحد هلأ ما وصل للمحل ما لازم يوصل وينكتب من جديد التاريخ، يعتمد على الصور، لأنه بالصور منلاقي كل الأحداث ومنلاقي كل المعاني لازم فعلا نوصل لحتالي نحل مسألتنا ونطلع أخيرا من الحرب. سامر معضاد مصور لبناني درس التصوير ببلجيكا وعاد إلى لبنان حتى تكون عدسته صورة للوجه الآخر للحرب. بشغلة بلش اشتغل على شغلة اللي هي الوجه الآخر للحرب، ابتداء من هذه الصورة، انه بدل ما فوت على الحدث وصور اللي عم يصوروه الكل ويصير فيه انه عندك 5-6 مصورين نازلين تصوير بواحد ميت او بواحد مجروح او طيب، ما كل هيدا اللي حولنا، كل هالحياة اللي عم بتدور وبعدها مكملة، طيب ليه ما حدا بيصورها؟ لأنه بالنهاية الدراما مش بالحدث، الدراما باللي عم بيعيشه الحدث. بال2000 لما طلعت كتاب عالم العربي صار عندي مشكلة نفسية، إنه أنا عم طلع مصرياتي وعم بعيش حياتي، إنه مكسب حياتي من وراء صور ناس معطرين. كتير مزعج الواحد يفوت على مكان وهو يطلع منه والناس اللي صورهم، وإذا بدك الأكترز الممثلين اللي بالصور بعدهم بيقين جوا وبعدهم عايشين بالتعتير تبعهم، وبعدهم إذا بدك راكدين ورا لقمة العيش وبيركضوا ورا حزب أو بيركضوا ورا زعيم عشان مكسب صغير. أول كتاب لسامر هو كتاب أطفال الحرب، كتاب وصل إلى أهم معارض عالمية، وفي اختصر سامر قصص أطفال تدربوا على الحرب وأطفال أيتام عاشوا مأساتها. بتمنى أنه يوم الأيام هيدا الكتاب ناخده إذا بدك وندور على الأولاد شو صاروا اليوم. هيدا أوكي هو زيته، وهيدا هو زيته، هيدا وبعضهم كانوا بنفس القصة، انه حرب وطاع ناخدك نقويس، وهيدا كمان واحد منهم.
ما حدا يخلصه. لا لانه ما بدك لما تعملي حرب بدك ناس حتى اللي يعملوا الحرب، مين بده يجي يعمل حرب؟ اولاد الاغنياء ما راح يجي يعمل حرب، فين يعملوا قياديين بس ما راح ينزل على الخندق ويحمل سلاح، بدك حدا يعمل الحرب. للأطفال اللي تدربوا على الحرب حصة كبيرة بكتاب سامر الجديد، لأنه أطفال حرب مبارح اتضح أنهم أصبحوا قياديي حرب اليوم. هول الأولاد اللي أنا عم شوفهم هون اللي عم بيطلع فيه للمقاتل بفخر أنه بياريتني أنا مثلك، هول هن جيلنا هلأ صح؟ هيدا زيتون. ما هي القصة وكتبتها بالكتاب تحولات بيروت، أنه تحولات بيروت كتبت كتير، كتبت قصتي مع بيروت. بقى هن ذاتهم الأولاد اللي كانوا بالمخيمات التدريب، هن ذاتهم حملوا سلاح بال 2008 وكانوا القياديين، والتقيت فيهم وملثمين كانوا، لأنه تغير الوقت ما فيهم بقى يفرجوا وجههم. مخبر كل القصة بالكتاب وعرفوني. ايه وعرفوني، قال لي انت جيت مصورنا وقتها هون بالزق البلاط وبتذكرك كتير منيح. هلا صوره حطيته بالكتاب رجعت انه هيدا اللي ما كان يقبل صوره، لانه ما في مجال بالحرب ايار بال 2008 شلحوا الصور لكل الناس، انه ما خلوا كتير صور تظهر. اذا بدك هلا حطيت الصوره بس منه مبين، اذا بدك مبين انه حامل الرجال. بذكرى الحرب اللبنانية وبالتعاون مع جمعية جذور رح يتم عرض صور سامر ضمن مسرحية رح تنعرض ب 22 نيسان بمسرح دوار الشمس، وسيتم خلالها تقديم شهادات حياة لأشخاص عاشوا مآسي الحرب. هودي الصور هلأ اللي نقيناهم للمسرحية اللي من كتاب أطفال الحرب، أوكي، اللي في عندك الصور القاسية كتير، أوكي، هاي مدرسة وادي بجميل، ومنفوت على دار الأيتام. نوسعوا القصة، ما عادت بس على الأيتام، لأنه بالنهاية قصة الأيتام ما هي قصة كل الأولاد بالمرحلة. هاي البوستر، هاي البوستر تبع المسرحية. هول الولدين كتير أثروا فيه لواحد عم يعمل تيمونياج، لأنه هو عايش القصة وبخبر قصته، وقصته كتير جارحة لأنه صار في عليه تعدي بالحمام. بعدسة كاميرا مصوري الحرب، قصص، تاريخ، موت، قتال، ولكن أيضا تفسير دقيق وتبرير للواقع يلي عم نحصده أو تعيشه دولنا العربية اليوم. صور سامر معضات فيكم تشوفوها ضمن عرض فني من تنظيم جمعية بدائل، سيقام الأربعاء المقبل ب 22 نيسان بمسرح دوار الشمس. عنوان العرض حبل سرة، ويقدم شهادات حية من عالم الفصل القصري عن العائلات البيولوجية بالحرب تحت شعار لنا الحق بالجذور. الموعد إذن 22 نيسان بمسرح دوار الشمس ببيروت. منبقى بأجواء الصور الفوتوغرافية وقصة ثلاث صور بثلاث دقائق. هذه الصور ليست غريبة عن ذاكرة اللبنانيين الذين عاشوا سنوات الحرب. هي حرب استمرت 15 عاما ولم يبق منها اليوم إلا صور جامدة ومتحركة بلا أي ذكرى. من أشهر صور الحرب اخترنا ثلاثة. نبدأ من سن الفيل، حيث انفجرت سيارة مفخخة في أيار من العام 1985 خلفت دمارا هائلا وعشرات القتلى والجرحى. ما بقدر أرجع لورا، ما بقدر شوف الحي كيف كان، شيء مرعب، شيء ما فيك تتذكري. المتطوع في الصليب الأحمر اللبناني نبيل بطار وجد بين الأنقاض طفلة صغيرة بين الحياة والموت في لحظة جمدت في صورة. صرت مسح لها، جرب مسح لها وجهها، لا اشعل عيونها، يعني ما فيك تدقريها، صغيرة كثير.
تعرف بيطار على الطفلة للمرة الأولى بعد 20 عاماً في استوديو سيري وانفتحت. جويس جرمانوس كانت عروساً في 20 تتحضر لحفل زفافها، ونبيل بيطار كان طبعاً أول الواصلين. صورة زفاف جويس تأخذنا إلى صورة زفاف أخرى، الحب والحرب في لقطة واحدة على خط التماس بين بيروت الغربية والشرقية. مسيحية ومسلم يتحدان الخط الفاصل بين البيروتين عام 1983، وصورتهما تتصدر الصحافة العالمية. أريش أصطفان وعبد جمعة تزوجا في بيروت وأكملا حياتهما في الخارج، ومعهما الصورة الذكرى من الوطن لأولادهما الثلاثة الذين ولدوا بين قبرص وقطر وكندا. مصور هذه الصورة هو جورج سامرجيان، أحد أبرز مصوري الحرب اللبنانية وأيضا أحد شهدائها. في العام 1990 كان جورج سامرجيان وزميله إدوار تاماريان يحاولان الوصول إلى منطقة دبي. طلع انفجارات، يعني صار في تبادل نار. نحن كنا بالنص، فتحت الباب أنا من هالميلة هو من تاني ميلة، أنا قلبت طلعت شوي شوي، بس تخفت شوي صغيرة طلعت برمت هيك شفته ملقح بالأرض أكل رصاصة من رأسه. بهالوقت أنا صورته صورتين، ما كنت عارف كيف يعني، ما ولا كيف بدي أقول لك، ولا طلعت بالأوبجكتيف ولا طلعت بصورتين هيك على الفاضي. بس في هذا الوقت كانت زوجة سامرجيان وابنتيه تختبئن من القصف عندما سمعنا خبر إصابة سامرجيان برصاصة في الرأس. ساعة واحدة كنا على الدرج نحن والجيران، سمعت من الراديو انه جورج سامرجيان جريت بالنهار انصاب، وانصابته خطير. إصابة سامرجيان هذه لم تكن الأولى، لكنها هذه المرة كانت القاتلة. ويقول كان إذا متت شي يوم بدي خلي اسمي، ما بدي خلي اسمي يموت. مات بطل، جورج مات بطل. تحية إلى كل المصورين اللي صوروا وأرخوا الحرب اللبنانية خلال سنواتها 20. من حرب لبنان إلى حرب سوريا، تذكروا هالصورة كتير منيح. هي صورة طفلة، صورة بيقولوا لها للتاريخ، صورة مؤثرة جدا ستتحول بلا شك إلى رمز للحرب بسوريا. هي صورة طفلة بأحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين سوريا وتركيا. نشرت هالصورة بالصحافة التركية ببداية السنة، ولكن عرفت شهرتها العالمية بنهاية الشهر الماضي من بعد ما نشرتها صحفية فلسطينية من غزة على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها. سر الصورة بنظرة الطفلة اللي اعتقدت انه الكاميرا سلاح، فخافت ورفعت ايدها بإشارة الى استسلامها امام الكاميرا مان اللي اعتقدته مسلح بده يقتلها. رح اترك التفاصيل الاضافية الى زميلة روى سابا اللي اجرت بحث عن الصورة. بحكي مع روى من غرفة العمليات. مساء الخير روى. مساء الخير زافان. شو عندك تفاصيل يعني مثيرة حول هالصورة؟ صورة التقطها مصور تركي يدعى عثمان ساجيرلي بشهر كانون الأول ديسمبر 2014 لطفلة اسمها هدى عمرها 4 سنوات، كانت نزحت من حما مع والدتها وإخواتها بعد ما قتل والدها خلال الحرب السورية. لكن ب 24 أدار مارس الماضي انتشرت الصورة عالميا بشكل كتير كبير، ومثل ما شفنا صارت تريندينج ببي بي سي، انتشرت بالسي بي اس وبكل الصحافة العالمية من بعد ما نشرتها المصورة الصحفية الفلسطينية اسمها نادية أبو عثمان. نشرتها عبر حسابها الخاص على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية. لافت زافان أنه التغريدة باللغة العربية حصلت على 300 ريتويت، بينما حصلت التغريدة الإنجليزية مع كل تفاصيلها لحتى هيدي الساعة تقريبا على 26,000 ريتويت. صورة أخذت ضجة كتير كبيرة، وخلينا نقول أنه المصور يلي التقط الصورة اليوم هو موجود بتنزانيا حيث بيشتغل. وبحديث لإله للبي بي سي كان أعلن أنه أو أوضح إذا فينا نقول أنه فوهة المسدس يلي خافت منها البنت هدى هي تيليفوتو كان عم يستعملها
زوم او خلينا نقول ليفوت بتفاصيل هدى اكثر واكثر. واللافت كمان انه عثمان ما انتبه لتعبير الخوف على وجه هدى الا من بعد ما رجع من شغله وطلع على الصوره لحس قد ايه هيدي الصوره مهمه. بنعرف شيء اليوم وين الطفله؟ بنعرف شيء ايش ايه موجوده اليوم هدى بادلب باحد مخيمات ادلب السوريه. وكمان خلينا نقول انه احد العاملين بمركز الدراسات السوريه IHH يدعى بوراك للصدف، يعني قدرنا من خلال بحث على تويتر عرفنا انه بوراك نشر صورتها وصورته هو عم بيقدم لها المساعده باحد مخيمات ادلب. نعم، مع اتصال مباشر من غزه مع زميلي نادي عثمان ابو شعبان، يعني اللي فيه يقول انقذت هذه الصوره من النسيان وجعلتها يعني ايقونه للحرب السوريه. مساء الخير ناديه. مساء النور زمان، اهلا. يعطيك العافيه، هل عندك شعور انك انقذتي صوره وحولتيها الى ذكرى ربما تختصر الحرب السوريه؟ اول شيء يعطيك العافيه انت كمان وشكرا كثير على استضافتي. هلا بالنسبه للصوره اللي انا نشرتها اللي هي صوره الطفله السوريه، اكيد انا ما كنت اصلا شايفتها، انا شفتها جديد على موقع سوري تقريبا، موقع اخباري سوري، وكانت مكتوبه الستوري عليها وما حسيت انه ابدا الستوري، يعني انها ممكن تكون فيك ستوري زي ما البعض ادعى. فحسيت انه لازم الصوره هاي قد ما هي اثرت فيها نظرا لاني انا من غزه وعايش حروب كثير، انه هي فعلا لازم انها تنشر، يعني لازم انه تاخذ الصدى الكبير اللي هي ما اخذته للاسف في اول مره. فأعتقد انه انا تمكنت من هذا الشيء. يعني وشو أكثر شيء يعني هيك لفت لك نظرك بالصورة؟ شو سر هذه الصورة برأيك؟ يعني أكثر شيء لفت لي نظري إنه قديش نظرة الطفلة مؤلمة فيها، وكيف إنه لو بدنا نحكي بديتيلز أكثر كيف إنها بتعض على شايفها، يعني قديش مبين الرعب في عينيها، وكيف إنه إحنا أطفالنا للأسف الشديد الأطفال العرب، يعني سواء بسوريا أو بغزة أو بلبنان أو بأي مكان عربي، قديش لو بدك تقارنهم بالعالم الغربي هم فعليا ما بيشوفوا اللي لازم يشوفوه، الاشياء اللي فعلا لازم يعيشوها من جمال ومن فرح هم ما بيعيشوها، بالعكس هم بيعيشوا دمار والم وحروب واشياء فعليا لازم تطلع للعالم، لازم يكون في رياكشن حقيقي نتيجتها بحيث انه نوقف من هذا اللي عم بيصير. يعني هذا هو اللي لازم يكون موجود. نادية شكرا لك، استراحة وبنرجع. بعد الفاصل بسام أبو زيد رئيسا لنادي الصحافة. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.